وعلى صعيد متصل أكد رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية على ضرورة اتخاذ دول المنطقة إجراءات حمائية للاقتصاد في المرحلة المقبلة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية. وقال أبو غزالة في ندوة بعنوان الأزمة المالية وآثارها على الدول العربية إن سعر النفط يخضع لقرارات سياسية، متوقعا ارتفاع أسعاره فوق $100 قريبا. أنا أقول بأننا بحاجة إلى خطة تتناول حماية الاقتصاد، أي التوجه إلى الحمائية، لأن العالم كله متوجه إلى الحمائية رغم أنه ينادي بتحرير التجارة. سعر النفط يحدده قرارات سياسية وقرارات مضاربة في السوق وقرارات من قبل الشركات النفطية المنتجة، الشركة المسوقة للنفط اللي هي السيفن سيسترز، الشركات النفطية الكبرى في العالم، ويحدده عوامل نفسية. لذلك أنا أقول أن هذا السعر المصطنع الحالي يجب أن يعود إلى السعر المنصف أو ما يسموه السعر العادل، وهو سعر مصطنع أيضا اللي فوق $100، وهذا أنا أتوقع أن يحصل قريبا.